صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل. أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك وآخر فقراتنا لهذا اليوم، الصحة النفسية وعلاقتها بالصحة الجسدية، مع الدكتور محمد فجر السيد الأخصائي النفسي. يسعد صباحك دكتور محمد. يسعد صباحك يا رب، وصباح السادة المشاهدين والمستمعين. الله يسعد صباحك دكتور. دائما يعني يقال أن هناك ارتباط وثيق بين الصحة النفسية والصحة الجسدية، إلى أي مدى هذا الارتباط فعلا وثيق بين هذين الجانبين؟ بداية شكرا لكم على كرم الاستضافة، والله يسعد صباحكم وصباح أيضا السادة المتابعين لنا. وطرح هذا الموضوع حقيقة هو موضوع مهم جدا، لكن بداية اسمح لي بس أن أوضح نقطة، أني لست طبيب، لأنه البعض يفهم من كلمة دكتور أني طبيب، وإنما أنا معالج نفسي أو أخصائي في الصحة النفسية. الحقيقة أن العلاقة بين الصحة الجسدية والصحة النفسية هي علاقة جدا قوية، لدرجة أن البعض يظن أن العلاقة بينهم هي مجرد أنه والله أنا إذا كان ما عندي صحة نفسية فهذا يعني أنه حيكون عندي شوية أمراض، أو إذا كان عندي بعض الأمراض الجسدية فهذا يعني أنه أنا حكون متضايق أو حكون متوتر أو مزعوج. الحقيقة للأسف خلاف ذلك. دعني أسأل السؤال الأكبر أو الأخطر، هل الاضطرابات النفسية أو عدم وجود صحة نفسية جيدة يقتلنا حقيقة مش مجازا؟ بمعنى هل يسبب الوفاة؟ حقيقة أن هناك كم كبير من الدراسات التي يشير إلى أن عدم وجود صحة نفسية ليس فقط يقود إلى آلام جسدية أو اضطرابات جسدية، بل يقود إلى ما هو أكثر من ذلك وهو الوفاة حرفيا. وخلال الحلقة يعني أتمنى أن يتاح لنا الوقت أن أذكر بعض الإحصائيات في هذا الموضوع. علاقة الصحة النفسية بالصحة الجسدية لها شقين. نعم. الشق الأول بأن الصحة النفسية وغياب الصحة النفسية يقود إلى أمراض جسدية، يقود إلى آلام جسدية حقيقية، ويقود إلى أوجاع. فعندنا نحن في الصحة النفسية ما يسمى في الاضطرابات السيكوسوماتية. الاضطرابات السيكوسوماتية تعرف بأنها أمراض جسدية حقيقية، آلام شعور بها، مشاكل بالضغط على سبيل المثال، أمراض في القلب، مشاكل جلدية، مشاكل تناسلية، ويكون سببها هو نفسي 100%. وكثير ما يراجعنا في عياداتنا أشخاص داروا على 10 و15 و20 طبيب، الكل يقول ما عندك شيء، تحاليل، فحوصات، تصاوير، وكلها تكون نتائج ما عندك شيء جسمي. ثم يقول المريض روح عند الأخصائي النفسي وعند الطبيب النفسي وشوف السبب، فبتطلع وراء الآلام الجسدية الحقيقية هو ألم نفسي خفي. وهنا لابد أن أشير أن الألم الجسدي هنا ليس متوهم، يعني مش المريض عم يتدلل، مش المريض هو حادث، وإنما ألم حقيقي. نعم. وهناك حتى يعني ممكن يتخيل المشاهد معنا أنه يصل إلى درجة الشلل، هناك بعض حالات الشلل أو بعض حالات العقم اللي بيكون سببها نفسي فقط، ولا يوجد أي مشكلة لا في الأعضاء، في العظام على سبيل المثال، ولا في الأعصاب، ولا في الدماغ. هذا الجزء الأول من العلاقة بين الصحة النفسية والصحة الجسدية. وأقصى شكل من أشكاله كما بدأت كلامي بأنه غياب الصحة النفسية عند بعض الحالات وفي حالات أغلب الاضطرابات النفسية لها علاقة بالوفاة بحد ذاتها. وهنا لا أتكلم عن الانتحار كي أكون واضح، وإنما أتكلم على سبيل المثال العلاقة بين الاضطرابات النفسية والعمر المتوقع للإنسان. إصابتك باضطراب نفسي قد يقود إلى انخفاض معدل الحياة بمعدل 2.2 تقريبا، قياسا على شخص لم يصب باضطراب نفسي. بمعنى إذا أي مريض نفسي معدل أن يكون عمره أقل هو ب2% من أي إنسان عادي على سبيل المثال. هذا النوع الأول من العلاقة. النوع الثاني من العلاقة أن الاضطرابات الجسدية والآلام الجسدية أيضا لها آثار نفسية. فالسكري، الضغط، أمراض الشرايين، السرطانات بأنواعها، الكثير من الأمراض الجلدية على سبيل المثال، هي إن كان سببها ليس نفسي، سببها هو جسدي عضوي، فهي تقود إلى آثار نفسية. فكم نشهد من حالات اكتئاب عند الأشخاص الذين يصابون بالسكري أو الضغط، وكم نشهد من حالات قلق عند الأشخاص اللي عندهم اضطرابات أو أمراض أو مشاكل جلدية، كم نشهد من حالات
كوفيد 19 والآثار النفسية التي نتجت عنه. فهناك علاقة واضحة لا جدل فيها بين الحالة النفسية والحالة الجسدية. الدكتور محمد، يعني الآن خطر ببالي سؤال وأنت تتكلم فيما يتعلق بالأمراض الجسدية التي تؤدي إلى آثار نفسية، هل تكون يعني هذه الآثار من قبيل أنه الواحد مثلا مصاب بمرض فهو بينزعج فهو يحزن يكتئب يعني بسبب الألم، يعني بسبب مباشر، لأن طبيعي الإنسان وقت يكون مريض ما بيكون مبسوط، يعني هل هي بهذا الشكل ولا لا هي أعمق من ذلك بكثير العلاقة؟ يعني بمعنى عندما تؤدي الأمراض الجسدية إلى أعراض نفسية. نعم، حقيقة الموضوع أعمق من ذلك بكثير. فخلينا نتكلم على سبيل المثال عن الاضطرابات أو المشاكل الصحية النسائية عند السيدات. نعم. حقيقة عادة يكون التدخل العلاجي في هذه الحالات، نحن نتكلم عن هرمونات ونتكلم عن أحيانا تدخلات فيها عمليات جراحية. هلأ الجسم فيه ما يسمى حالة الاستقرار الهرموني، بمعنى أنه نسبة الهرمونات إلى بعضها كلها يجب أن تكون متسقة، ويجب أن لا ننسى بأن الصحة النفسية هي مرتبطة بمجموعة من النواقل العصبية، فالسيروتونين، الدوبامين، النورفيرين وغيره من النواقل العصبية هي التي تضمن حالة السواء النفسي. نعم. فبالتالي لما بيصير أي تغيير في النواقل العصبية أو في الهرمونات داخل الجسد، فنحن هنا نتكلم عن تأثر كامل للجسد، فبتظهر عنا الاضطرابات النفسية. فالموضوع هو ليس حزن، الموضوع ليس مجرد خوف، أنا والله عندي عمل جراحي وأنا خايف، لا، الموضوع أن هناك تغير في البيئة الهرمونية والبيئة الكيميائية داخل الجسد. هذا التغير يقود إلى اضطرابات وليس مجرد أعراض، لأنه يعني من الغني أن نقول أن الاكتئاب لا يساوي الحزن. الاكتئاب اضطراب كامل، تمام؟ أما الحزن فهو حالة عابرة يعبرها كل الأشخاص. جميل، يعني أستطيع دكتور أن أفهم من كلامك أنه إذا كان هناك سبب جسدي تظاهر بأعراض أو باضطرابات نفسية لن يكون الحل يعني بعلاج نفسي قبل دون أن أحل المشكلة الجسدية فيما أظن، يعني هل يعني كلامك كذلك أم أنني صحح لي إن كنت أخطأت التعبير؟ نعم صحيح 100%. فنحن غالبا عندما نتكلم عن العلاجات نحن نبدأ دائما بنفي الأسباب العضوية. يعني أنا يأتيني شخص اللي عندي على العيادة فبيقولي والله يا أستاذ محمد أنا عندي مشكلة وهي فلنفترض تساقط الشعر، فأنا بقول له أول شيء لازم تعمله لازم تروح على الطبيب الجلدي عشان يفحص الأمور. تأتيني حالات فلنفترض حالات عقم، تأتيني حالات فلنفترض حالات شلل، أنا ما ممكن أعمل تدخل نفسي قبل أن يقوم طبيب المختص بإجراء الفحوصات الجارية. في الأسبوعين الماضية أتتني حالة لأحد الناشئين في إحدى الدول الأوروبية، يعني هيك أذكرها سريعا، كان يعاني من آلام مختلفة في الجسد، كان يعاني من هبات سخونة وحرارة في الجسد، كان لديه مشكلة لدرجة أنه في رجله اليسرى ألم مستمر لدرجة أنه يعيقه عن العمل. راح على طبيب عصبية، راح على طبيب عظمية، ما فيه شيء، الكل بيقول له أعصابك تمام، كل أمورك تمام. لكن هذا الشخص لما بعدين قالوا الأطباء روح شوف مختص نفسي، فلما إجا لعندي لما بناخذ القصة السريرية تاعه والماضي تاعه، هو تعرض إلى تعذيب في إحدى الدول. في هذا التعذيب كان مكمن التعذيب هو وخز في هذه الرجل بأدوات حادة. لاحقا هناك ما يسمى عندنا في الصحة النفسية باضطراب رضو ما بعد الصدمة أو التروما. التروما تظهر أعراضها الجسدية كما تظهر أعراضها النفسية. فالألم الموجود في رجله التي كانت تؤلمه وتعيقه عن عمله هو ألم حقيقي في الجسد ولكن سببه نفسي. لاحظ أننا لا نبدأ معه بالعلاج النفسي أخي الكريم قبل أن يذهب إلى طبيب أعضاء عظام، طبيب أعصاب، يفحص نتأكد أنه ما في مشكلة جسدية. فدائما في العلاج النفسي السيكوسوماتيك للأعراض اللي بتكون تظهر في الجسد، البداية هي عند إجراء الفحوصات، إجراء التحاليل، ثم بعدين نتكلم عن العلاج النفسي. جميل جدا، إذا نفي الأسباب العضوية دائما يكون الخطوة الأولى. دكتور محمد، يعني في ضوء هذه المعلومات إلى أي مدى يجب أن ننتبه إذا إلى الأعراض الجسدية والنفسية عفوا، يعني ما دمنا تحدث
مشاكل جسدية. الموضوع ليس فقط يعني دائما نحن مهملون في هذا الجانب ونعتبر أن الأمور ستشفى وتذهب من تلقاء نفسها. هذه الاضطرابات النفسية هي سحابة صيف عابرة، لكن الحقيقة أحيانا أنه فعلا الموضوع ليس فقط استمرار ربما لقلق أو اكتئاب أو غير ذلك، نتحدث عن أثر جسدي قد يحدث لاحقا. إلى أي مدى يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر؟ وهل كل اضطراب نفسي قد يؤدي إلى اضطراب جسدي لاحقا؟ نعم، حقيقة الموضوع أكبر مجرد سحابة صيف كما تفضلت. يعني بس أذكر هيك نقطة قد تكون صادمة للبعض، كل واحد دولار تنفقه الدول أو ينفقه الإنسان على صحته النفسية تعود عليه بعائد هو 5 دولار. كل واحد ليرة تركي بتصرفه أنت مثلا لمعالج أو أخصائي نفسي وتحصل على علاج نفسي، أو دولة تنفقه تحصل مقابله على 5 أضعاف. كل واحد دولار تصرفه على طفل عنده اضطرابات نمائية، توحد أو ADHD أو غيره من الاضطرابات النمائية، تحصل مقابله 14 دولار. هذا على المستوى الاقتصادي أتكلم. جميل. فكيف إذا كنا نتكلم على مستوى الرفاه وعلى مستوى الصحة النفسية؟ فإجابة سؤال حضرتك، نعم الموضوع ليس سحابة صيف. دعني أشير إلى نقطة جدا شائعة وهي من المسلمات في الصحة النفسية، وهي أن انتشار اضطرابات الزكام، الإنفلونزا، العداوة الفيروسية الطبيعية، أنا والله كنت قاعد مدري إيش جربت، هي لها علاقة مباشرة بمستوى الصحة النفسية. فالأشخاص الذين يؤدون أفضل على مقاييس الرفاه النفسي، مقاومة أجسادهم للأمراض والاضطرابات تكون أعلى. وهذا واحد من التفسيرات التي اليوم صندوق النقد الدولي على سبيل المثال في التقارير بيذكرها للدول التي تعاني من أزمات اقتصادية، بأنه جزء من ترابط الصحة المتدنية مع الفقر هو هذه الدائرة المغلقة، أن الصحة النفسية تتراجع تحتاج إلى مراجعات الأطباء النفسيين أكثر، تحتاج إلى مراجعات للأطباء الجسديين أكثر، بتصرف أكثر، بتتعطل عن شغلك أكثر، بتزداد فقر أكثر. لدرجة أنه في إحدى الدول أجريت دراسة، في أستراليا أجريت دراسة، وهي دراسة ليست جديدة بالمناسبة، أجريت دراسة كانت محورها بأن الأشخاص اللي عمرهم بين 50 وبين 60 قاموا بتخصيص مجموعة منهم للحصول على خدمات الصحة النفسية، سواء كانت العلاجية أو كانت الوقائية. طيب، الملاحظ بأنه الأشخاص هذول في 40 إلى 50 قبل حصولهم على خدمات الصحة النفسية احتياجهم للخدمات الصحة الجسدية في العيادات كان أقل من احتياجهم من عمر 60 و70. تخيل علما أننا نحن كبشر في 60 إلى 70 نحتاج خدمات جسدية أعلى، صحة جسدية. نعم، تمام. فنحن نتكلم عن علاقة هي مضطردة تماما. جهاز المناعة يتأثر من خلال انخفاض بعض النواقل الكيميائية الخاصة مثل السيروتونين والدوبامين اللي عادة نشهد تغير فيها بالاضطرابات النفسية. فالجزء الأساسي من الاستثمار في أنفسنا، في صحة أولادنا، لابد أن يكون هو في الصحة الجسدية. والعلاقة بينهم كما قلت هي ليست فقط على مجرد الآلام، والله أنا إذا كان عندي مشكلة نفسية حكون أنا مزعوج ومتوتر، لا، الموضوع له علاقة بالاقتصاد، له علاقة بأنه أنا كم استثمر في نفسي، الموضوع له علاقة بالاحتياج إلى الخدمات الطبية العامة، الموضوع له علاقة ب كما قلنا الرفاه وشعورك أنك أنت مرتاح وسعيد. إذن دكتور، إذن أفهم من كلامك أيضا، إذن الصحة النفسية ترفع ربما من مناعة الجسم ومقاومته للأمراض الجسدية، كما أن مثلا الصحة الجسدية والرياضة على سبيل المثال ترفع من الصحة النفسية، وهذا التناغم الجميل بين الجانبين. دكتور، ما هي أبرز الأمراض الجسدية التي أو الأعراض ربما التي تكون ذات منشأ نفسي؟ ما هي الأشياء يعني ربما؟ وأريد فعلا أن أسمع منك بعض الإحصائيات، الأرقام التي تذكرها مهمة جدا دكتور وصادمة حقيقة. يعني حتى الموضوع الاقتصادي الذي ذكرته مهم جدا، لأنه كثير منا ربما يعني أذكر نكتة على سبيل المثال، يقول أحد الأشخاص عندما أراد أن يزور طبيب نفسي لأنها يعاني من الاكتئاب فكر في مقدار أجرة المعاينة، فقال أن أكون مكتئب ومعي نقود أفضل من أن أكون مكتئب فقير. لكن كما ذكرت أنت تقول لأن كل مبلغ أنفقه ربما أحصل على 5 أضعافه من الأداء والإنتاج. أعود إلى سؤالي، ما هي أبرز وأشيع هذه الأمراض الجسدية الناتجة عن منشأ نفسي؟ وإذا هناك إحصائيات أكون سعيد بسماعها. نعم، حقيقة كل الاضطرابات النفسية، هنا نتفق عليها بداية، كل الاضطرابات النفسية واحد مما تظهر فيه هو
الجانب الجسدي. نحن عندنا تقريبا حوالي 300 اضطراب نفسي معترف فيه ومشخص وله أدواته في منظمة الصحة العالمية. كل اضطراب، أي اضطراب يخطر على بالك، فنحن نتكلم عن مظهر جسدي له، بدءا من الاكتئاب اللي آلام عامة على سبيل المثال، مشاكل بالنوم، انخفاض في الوزن أو تغير في الوزن، إلى القلق على سبيل المثال اللي ممكن في بعض أشكاله هو هوس نتف الشعر أو هوس الجلد، هوس نتف الجلد ممكن يكون، إلى التروما اللي ممكن تظهر بكل أشكال أو مساحات الجسد. هناك نوع من الاضطرابات أصلاً النفسية مظهرها فقط الجسد، لا تظهر إلا الجسد. على سبيل المثال عندما نتكلم عن اضطرابات الطعام أو اضطرابات الأكل، صديقي هل تعلم بأن الشخص الذي مصاب باضطرابات الطعام احتمال أن يصاب بالوفاة 5.5 أضعاف غيره من الأشخاص بس مجرد إصابتك بواحد من اضطرابات الطعام، سواء كان فقدان الشهية العصبي أو كان صورة تشوه شكل الجسد أو كان اضطرابات الخاصة بأكل الأشياء غير قابلة للأكل وغيرها، 5 أضعاف احتمال الوفاة بيكون أعلى عن هذه الشريحة من الأشخاص. الفصام على سبيل المثال والذهان، هل تعلم أن الإصابة بالفصام أو الذهان تضع الإنسان في احتمال أن ينخفض عمره بين 15 و20 سنة؟ بمعنى إذا كان متوسط عمر الإنسان هو 65 سنة اليوم في هذا العام أو في هذا العصر، الذهانيين متوسط أعمارهم 40 سنة إلى 45 سنة فقط. فنحن في عندنا اضطرابات مظهرها كما قلت فقط جسدي، اضطرابات الطعام على سبيل المثال، نحن نتكلم عن أيضا اضطرابات القلق بشكل عام يظهر فيها الجانب الجسدي بشكل كبير. طبعا هنا يجب أن أشير الزهايمر أنا ما تكلمت عنه وهو اضطراب نفسي، الإدمانات كلها أنا ما تكلمت عنها، والانتحار أنا ما تكلمت عنه، فتخيل المظهر الجسدي. فإذا أشهر الاضطرابات الجسدية اللي أنا ممكن أفكر أن وراءها نفسي، نعم أكيد ما في حدا عنده قولون عصبي من السادة اللي عم يسمعونا إلا راح عند الطبيب وقال له أنه سببه أنك أنت عصبية أو حالة نفسية. نعم. الاضطرابات الجلدية، أغلب الاضطرابات الجلدية يقف وراءها عامل نفسي. الاضطرابات النسائية، تخيل صديقي بأنه في دراسة أجريت في هولندا على عيادات العامة النسائية للحكومات، للحكومة أو المراكز الرعاية الصحية الأولية اللي خاصة بالنسائية، فكان نسبة المراجعات إلى العيادات النفسية النسائية لمشاكل نسائية كانت نسبة اللي هن عندهم اضطراب نفسي وما لهم خبر، وسبب مراجعة طبيبة النسائية هو العامل أو الاضطراب النفسي، كانت نسبة هي فوق 1/3 من السيدات. فليش؟ لأنه موضوع كله هرمونات، يعني أنت عندك الأستروجين عند الأنثى هو واحد من الهرمونات يتأثر بباقي الهرمونات، فلما بيصير في مشكلة نفسية البيئة مرة ثانية الهرمونية تتغير فتطلع المشاكل الجسدية الخاصة بالاضطرابات النسائية. فالجهاز الهضمي هو الدماغ الثاني في جسدنا صديقي، هذا يسمى، هل تعلم بأن السيروتونين الموجود في الجهاز الهضمي، مقدار السيروتونين المخزون في الجهاز الهضمي أعلى من مقدار السيروتونين الموجود في الدماغ؟ والسيروتونين هو الناقل العصبي. نعم. فنحن نتكلم عن الجهاز الهضمي، نتكلم عن الجهاز التكاثري الأنثوي، نتكلم عن الجهاز الخارجي أو الجلد. ودعني أشير لنقطة ختامية وهي أظن ما في حدا من السادة المستمعين واللي عم يسمعونا إلا بيعرف قصة أنه هذا الشخص صاب جلطة أو صاب سكري على فرحة، على زعل، على خبر سيء إجاء. طيب إن لم تكن هذه عوامل نفسية فما هي العوامل النفسية؟ نعم نعم أستاذ محمد، إذن الموضوع ليس بهذا التبسيط كما ذكرت، فأنا سعيد جدا بمعرفة هذا الترابط. ربما يعني دائما نتحدث عن ترابط بين الجانب النفسي والجانب الصح الجسدي، لكن معرفة هذه الأمور بشكل أعمق بهذه الإحصائيات يجعل الأمور أوضح، ويجعل ربما اهتمام الإنسان أو مراعاة الإنسان لصحته النفسية أوجب، يعني لا يعود الإنسان إلى إهمالها، لأنه للأسف هي أكثر الجوانب المهملة. يعني الإنسان قد لا يحتمل ألم أسنان فيسارع إلى الطبيب تحت ضغط الألم، لكنه يحتمل الألم النفسي كثيرا على أمل أن يذهب من تلقاء نفسه. أستاذ محمد، إذا أردنا أن نعطي بعض الأمور، كيف أتعامل إذن مع صحتي النفسية؟ أكيد طبعا لا أتحدث هنا عن اضطرابات، كل اضطراب يحتاج إلى وقفة، لكن أتحدث عن أمور وقائية، كيف أتعامل بشكل جيد مع صحتي النفسية، كيف لا أهمل هذا الجانب حتى لا أصل إلى منعطفات خطيرة في حياتي، كيف أقي نفسي وأحافظ وأتعامل مع أي احتمال أو بوادر اضطراب قد تحدث معي؟
حقيقة الحفاظ على الصحة النفسية شأنه شأن الحفاظ على الصحة الجسدية. يعني عندما نتكلم نحن بداية عن نمط الحياة اليومي، النوم الجيد، الطعام الجيد المجزأ إلى مثلا 3 وجبات، اللي بيكون متزن فيه كل المواد الصحية أو الغذائية اللي نحتاجها. نحن عندما نتكلم عن ممارسة الرياضة أو ممارسة المشي، عندما نتكلم عن تقليل المنبهات، عندما نتكلم عن الابتعاد عن الكحول على سبيل المثال أو عدم الاعتمادية في الكحول، هي كلها هي شيء أساسي من أجل الحفاظ على الصحة النفسية. ثم بعد ذلك لابد من المعرفة والوعي في الصحة النفسية. كما أشرت سابقا حضرتك إلى الحزن والاكتئاب على سبيل المثال، أنا كيف أعرف أنه عندي اكتئاب؟ كيف أعرف أنه اللي عندي هو حالة عابرة؟ أيضا هذا موضوع القراءة والتثقف في هذا المجال، طلب الاستشارة والمساعدة المتخصصة من المتخصصين عندما أمر أنا في أعراض هذه الأعراض هي ليست طبيعية أو معتادة. دعني أضع قاعدة عامة. نعم. أي تغير، هذه نصيحة، أي تغير يكون غير مبرر، بمعنى أنا مش صار في وفاة لا قدر الله، مش أنه أنا انتقلت من بلد إلى بلد، أنا حياتي هاي هي ما تغير فيها شيء، مش أنا طردت من عملي، أي تغير في المزاج سواء كان إلى الأعلى، أنا أصير فرحان دائما، مستهج دائما، أو حزين دائما ومتألم دائما، أي تغير في المزاج، أي تغير في النوم، أي تغير في الشهية للطعام، أي تغير في الرغبة الجنسية، في الأربعة أو 2 منهم على الأقل، يستمر هذا التغير لمدة 2 أسبوع فأكثر، أطلب استشارة. هذه القاعدة. جميل، جميل جدا. بشرط. نعم. تفضل. تفضل تفضل دكتور. بشرط ألا يكون هناك سبب، يعني مش أنا لا قدر الله فقدت والدي فتغير مزاجي، لا، هون ممكن تصبر إلى 6 أسابيع إذا صار تغير. مش أنا كنت في علاقة زوجية وانفصلت، هو ممكن تنطر إلى 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، لكن إذا ما في سبب طيب وصار تغير بواحد من هدول الأربعة أو 2 من هدول الأربعة وما فوق، طبعا فورا أطلب مساعدة مختص، لا تنطر إلى 6 أشهر و6 أشهر و8 أشهر وتروح لحالها. جميل. القاعدة هنا أستاذي، لأن تخطئ في طلب الاستشارة وتروح عند مختص ويطلع ما فيك شيء أفضل بكثير من أن تخطئ بأنه يكون عندك شيء وأنت هامله، لأنه حتتداعى الحالة، مش النفسية، الحالة العامة لك بشكل تدريجي، حتبدأ بآلام نفسية، حتتقاعس عن الذهاب على العمل، حتصير مشاكل بينك وبين زوجتك، أولادك حيتأثروا، دخلك حينخفض، حتتداعى البنية كلياتها. فلا، أروح عند مختص، مختص لي والله ما فيك شيء، أفضل من أنه ما أكتشف بعدين أنه كان في شيء وكنت عم بخسر وأخسر وأخسر وأنا مالي خبر. هذا عند الكبار. نعم. وعيد القاعدة، 4 مجالات أساسية، المزاج، النوم، الرغبة الجنسية أو العلاقة الجنسية مع الشريك، والطعام أو الوزن. أي تغير يستمر إلى أكثر من 2 ب2 أو أكثر، ما له سبب، روح طلب مساعدة مختص. عند الأطفال الأمر مختلف. نعم. أي تغير عند الطفل بحيث أشوف أن طفلي مختلف عن أقرانه، والله أنا ابني عمره 6 سنوات عم بقارنه مع طفل جاري وطفل جارتي وطفل مدري، بحس أنه هالولد مش طبيعي مثلهم، في شيء مطح، هو نشيط أكثر منهم، أو هو خمول أكثر منهم، هو عصبي أكثر منهم، هو منطي أكثر منهم. أي حالة من هذا النوع، أو إذا كان الطفل صار في تغير عنده أيضا بالنوم، صار في تغير أيضا عنده بالشراهة أو باللعب بالطعام، أو عنده خوف غير مبرر، نعم، صار يخاف يروح إلى مكان معين، صار يخاف إلى أنه يعمل نشاط معين، أي تغير بهدول استمر 2، أيضا أطلب مساعدة مختص لابنك. جميل جميل. أفضل من عندهم. يعني دكتور حقيقة هذا المعيار مهم، مهم جدا لكل من يسمعنا. يعني مثل ما بنقول بالعادة مثلا بالأسنان أنه كل 6 أشهر لازم تعمل تشيك، إذا حصل اضطراب كما ذكرت، لن أعيد بسبب الوقت لكن ذكرته أنت مرتين، أي تغير في هذه النواحي، في النوم، في المزاج، في الطعام أو الرغبة الجنسية أكثر من 2 بدون سبب، إذن تحتاج إلى استشارة، وكما ذكرت استشارة أفضل من ترك هذا الأمر ليتفاقم. أشكرك جدا دكتور محمد، حقيقة من الحلقات الممتعة والنقاط المضيئة جدا، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى، وصباحك مسك دكتور محمد. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير، منظفات الوزير خيارك المفضل.